السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مغامرة جديدة ويوم جديد في لعبة ذمست. صبحكم الله بالخير على أساس أني نايم. شكرا على دعمكم وكومنتاتكم. الوضع مستعجل جدا، متحمس للمدينة اللي راح أرويكم إياها. في كومنت جاني قال لي ليه مترتب الأغراض؟ يا أخي ما في مكان أرتب الأغراض، الدروج اللي خليتها في التور هذاك. برضه جتني كومنتات كثير يقولون لي إن المكان هذاك جدا مناسب، يعني حرام إنك تتركه. يا رجال خلنا نتركه، أقسم بالله إني جاي متحمس ألوت هذه المدينة يا شباب. فخلونا نقول بسم الله. معقول الكنيسة هذه كلها فاضية؟ طيب الموتر هذا فيه له 2 لتر بنزين، فيه في الدبة بيبسي. الله يعطيك العافية، اشرب اشرب. تعال نصح، نسيت ما أجيب لي مشروب والله. لا تقولي ظلام. النحشة، نسيت موضوع الوقت والله نسيت. اوه شت، الحمد لله اني ما بعت كثير يا رب. صدقوا الحين الساعة 5 العصر، يعني الساعة 10 الصباح يجي الضباب الساعة 5 العصر، والله ما فهمت له. ولا يمديني انام على هذا السرير. يلا الامور طيبة، خلنا نسدح هنا عند الشباك. يا اخي الوضع ليل والله ما يصير كذا. افا حتى الكشاف البتري ديد، يبيني ابدل بطاريات الكشاف. والله السالفة مطولة يا الربع. نام نام يا قلبي نام. About few months to winter، يعني اوه شت قرب الشتاء. شتاء يعني البرد لازم لازم نلقى لنا جاكيتات وسواليف. اوكي الساعة 5:30 في شمس، حلو على زقزقة العصافير. طيب المدينة هذه يا شباب مثل ما تشوفون راح ابتدي بالصف الاول هذا، في صف ثاني من هناك من وراء. نقول بسم الله. طبعا في الكومنتات قلتوا لي يا وانتد اسحب على البيوت لانها خطيرة، لا تروح الا معاك بو او معاك رشاش وبتلاقي لوت طيب. فللأمانة انا ما فيني صبر لين ما احصل رشاش. ما شاء الله تبارك الله، جميع انواع الرصاص. التيشيرت هذا بنلبسه، الجلوفز لورها حلو حلو. هذا تقريبا انه للصيد اللي هو الطعم. هذا المجلس وش فيه يا شباب؟ انواع الرصاص كلها هنا يا الهي. وبيبسي ثاني واكل، اشرب بتركض كثير. هذا اول بيت واشوفه ملغم يا رجل، عبى الشنطه، بيت واحد يعبي الشنطه، تخيلوا. حلو حصلنا المطرقه. كنت ابغى اصنع شيء انا والمطرقه كانت سببت لي ازمه. اوه في رصاص، ما يمدينا نشل اكثر. هذا بين كيلر دواء، ممتاز. خل التيشيرت هنا، هذا وينتر جلاف حلو حلو، خلنا بنلبسه يعني في الشتاء بيفيدنا اكثر. هذا البيت الأول طلعنا بمطرقة، طلعنا بشغلات كثير مثل ما تشوفون، أغلبها رصاص. رميهم هنا في نص الطريق ونروح البيت اللي بعده. تخيل يجي واحد ياخذها. رين كوت، واو هذا بيفيدني. تذكرون من بداية اللعبة قرينا أن اللاعب يتأثر بالمطر، فهذا أفضل لي. يا سلام طع راسه. لازم نكون حذرين جدا صراحة في المدينة. فهذا وش هو؟ أوه لا لا اوه لا لا، وينك يا مدير؟ يا ريت تعرف الدمج كم. هل هذا افضل ولا مثلا السكين استخدمها ضد؟ تسمعونهم؟ اذا كان زومبي واحد او اثنين يمدينا اسوي لهم حركة توم جيري الحلقة الماضية واتخلص منهم بسهولة، لكن اللي غابني للحين ما لقيت سلاح. اوكي البيت هذا فيه له زومبي عرفنا. طيب خلنا نشوف ورا البيت عشان نكمل البيت الاول بالكامل. هذه حدود البيت الثاني، لكن اخذ نظرة سريعة. الحمد لله اول شنطة مثل ما تشوفون يا شباب. حاليا عندي 6 و6 12، ان شاء الله انه يفتح لي 6. 2 سلوت سيريسلي؟ بس 2؟ لا اذا كذا والله السالفة جدا مطولة، بعاني والله موضوع الشنط. يخرب بيت الزبنة. طيب هذا اول شنطة في المدينة، والموتر هذا فيه له شوية بنزين، وعندنا بطاريات في هذا الموتر، يعني البنزين الشيء الوحيد اللي جالس اتركه وراي. خلينا نشوف هذا البيت، ان شاء الله ما فيه زومبي. لا والله فيه زومبي. تعال تعال يا قلبي، تعال خلينا نجرب السلاح عليك. اوه 3، وين يوصلون تتوقعون؟ تقريبا هنا عند الخط هذا. ضربة واحدة، ضربة واحدة! غبني والله غبني. قالوا لك الشباب، قالوا لك الشباب لا تهور بدون سلاح. والله حركة توم جيري يا شباب بنقتلهم. يا اخوي فكنا انت حركة توم جيري حقك هذه. والله يا شباب انه مو كل المصايب في حكمة بغيت اقولها بس والله ضاعت. المهم انه أخيرة، أقسم بالله أخيرة. الأدراج هذه ما شفتها قبل شوي يوم دخلت، لوت هذه بس ما لوت هذه، ولقيت فيها لوت طيب. غير كذا المطبخ هذا كله فيه 4 أدراج، تخيلوا والله إني ما فكيت ولا واحد فيه، 4 تحت و4 فوق. هذه كلها شغلات راحت علي. و لا هناك ما في شيء خلاص.
بالنسبة للكومبلنت هذا والسكراب يعني كومنت يقول لي كسير المواتر يمديك تكسر المواتر نسيت والله السلاح. المهم ان السالفة فيها تكسير مواتر تخيلوا. هذا السوين كت اللي نخيط فيه. وش الثلاثة سوين كت في غرفة النوم ومطرقة. غرفة النوم هذه بعد ما جيتها قبل شوي انا. لا جيتها بس ما اختلف اللوت. ما اوه قلبز اسود وازرق. صراحة جتني فكرة اللي اسوي لود جيم اذا دخلت بيت وما كان فيه لوت كويس كذا فر عليه لوت وما ألمسه. ممكن هذه الحركة تضبط يا أخي والله. نحشة ولي مدين يزبن في هذا البيت. توقع سيف. تكفى قول لي سيف تكفى. ما في أي مكان أوه شت. خلنا ندخل غرفة النوم. تصدقوني عدت ونسيت ما نام. إن شاء الله نامان. ما أدري ليش أحس في شيء غلط. بنام 12 ساعة، إن شاء الله ما يموت من العطش ولا من الجوع. أوكي كل شيء أحمر. خذ لك بيبسي عريق يا صاحبي. على أساس إني رتبت الأكل هنا ورصاص هنا وشغلات الخياطة ما خياطة. والله يا شباب إني متعود على ستراند الديب يعني عشان كذا أحب أفرز شغلات كذا في الأرض قدامي وخلاص. بدل لا تحطها في دروج وتضيع الدرج هذا حق وشو هذا. طبعًا ما تبت أنا بس هالمرة جيت بالسبير لأني أثق في السبير أكثر. وينه؟ طيب يا شباب طلعت انا مدرع من قبل شوي والهلث عندي شعرة عشان كذا مت من ضربة واحدة ما انتبهت لهذا الشيء. ما اعرف صراحة وشلون ازيد الهلث. غالبا بيكون نفس ستراند الديب لازم تعبي الهنجر والهلث ثيرست يعني العطش والجوع عشان تقدر. اوه في فاس ثاني هنا بس الامور طيبة. بحاول الوت المناطق الخارجية بعدين نخلي البيوت. في ثلاث تواير هنا بس ما يمدينا نستخدمهم. اوه الموتر الاحمر. هذا الموتر الاحمر اللي في تريلر يا شباب. اتوقع هذا اللي يمديني اسوقه بس ما يمديني ازرف منه اي شيء هنا. ما في لا بنزين ولا في لا اي شيء. دقيقه ما يمدى اوبن ترك الا هو. خلاص بصير بحط الاغراض فيه. هذا الاستورج حقنا. ادري ما في مشكله بستخدم التواير بجمعها في هذا المكان. ضبطت ما ضبطت الامور طيبه. فهذا كان ثاني هدف عندي بعد ما اوسع الشنطه انه يكون عندي موتر بسهوله اتنقل. البيت هذا ما يمديني ادخله. اوكي في بعض البيوت يعني زينه حتى من طرف ثاني مسكر. في محطة هناك وفي بيت هناك لحاله مرتفع راح اجيه ان شاء الله. حلو هذا بيت. يا سلام شكل هذا بيكون بيتي. هذا اللي اتكلم عليه. بيت مساحة فاضية ارتب فيه اموري. هذا الغرف يا سلام. حلو غرفة غرفتين ثلاثة غرف وصالة. رتب امورك. في زي الجراج هنا وهنا مدخل من خلف. جميل شكل هذا بيكون بيتنا يا شباب. جنرال ستور. اوكي كان محل. باقي هذا المبنى اللي فيه الزومبي. الصف هذا كله خلصناه. الصف الثاني هذا او الوسط يعتبر نفس الشيء. في بيت فيه زومبي. البيت اللي بعده حلو ما في اي زومبي. جميل فيه بوت يقول لك ووك سبيد انكريس 5%. اوكي يعني كل الشغلات اللي البسها هذه لها فايدة برضه. والله رتبت اموره. اوكي سوبر ماركت كان هذا. يا سلام تتنقى التيشيرت اللي بغيته. سوبر ماركت ملابس كل شيء. وش ذا؟ اوبن. اخيرا اول سلاح يا شباب رسميا في اللعبة. ريفو اكمل ايمو 4 عندي ايمو منه. طيب يقول لي موف. يمدينا نشل ستورج. حلو يعني شنطة ثانية معي تقدر تقول. بنسل بس انا اعرف مكاني ما يحتاج لكن لو كان في ايفنت ولا شيء راح استخدمه. سمعت انفجار يا شباب. والله سمعت انفجار في هذه المنطقة. باقي لنا اخر بيت هنا مسكر الحمد لله. اوه سلج هامر ديم والله شكلها رهيب احسن من الهامر اللي معي. شيت لا الاسلحه تطورت. هذا بخبز الزومبي ضربه واحده الظاهر. وات سبع اقلام وانا على بالي قلم واحد. والله فله. بسوي تحديد مكان الايفنت بس ودي ارقى هذا التل احاول اشوف. بروح الوت هذا البيت بعد. المفروض انه على الشارع الايفنت. اوه هذا هو حلو ما يحتاج نستخدم هذا الايفنت. سوي حادث. سلام عليكم. سلامات ريسكيو.
حلو يا رجال، مدرع يا رجال وهلمت. اكشن ويل تيك 3 مينت، 3 دقائق مو مشكله. هلا مدير، ثانك يو فور سيفينج مي، يا ويلكم. هذه هديه بسيطه مقابل مساعدتك. سمكه اعطاني تريد، يمديني ابادله. وش معه؟ معه بيبسي وجلافز. جلافز شكله فنان صراحه، وبطاريات ثلاثه. طيب سكين، سكين بيقبل. يا ربع البطاريات بتفيدني في الفلاش صح؟ اتوقع عندي فاس ثاني. خذ الفاس، خذ خذ الطعم حقك وعطنا البطاريه الاخيره. طيب خذنا كل شيء منه. جود لك. وش اللي جود لك يا شباب؟ وين اللي بينضم لي و تكفى لا تقول لي غلط بشيء. اتوقع هذا ما يمديني اكلمه او اني اجيبه معي في التيم وكذا. معك روبار شوكلت بنزين. طيب ما في بنزين، ما يمديني اشيك الظاهر. خلاص الموتر ودع. وش ذا اللي اعطاني اياه؟ هذا طعم بعد. طيب خلنا نعالج الفلاش لايت. البطاريه 3 دقائق يحتاج. ايوه حلوين 99% مثل ما تشوفون الكشاف. كل شيء مستهلك في هذا اللعبه. شيء حلو مو بحلو. ايش رايكم في الجلفز الجديد مع السلاح كذا؟ سلام. وش ذا؟ فلتر. هذا الفلتر حق الماسك الظاهر. والله على طاري الشغلات الاستهلاكية، خذ لك تاير. أخيرا حصلنا تاير، وفي تاير هناك عند المزرعة أذكره. أوكي جمعنا تايرين من 4. بس جيت عند المحطة هنا أشوف. يا أخي محاكي محطة البنزين تذكرونه؟ والله نفس المحطة بالضبط، ده يكون نفس المطور. أنا أحتاج ماسك. خلنا نبتدي من اليمين. أيوه تكفى. وش اللوت؟ ما في شيء. الموتر هذا أتوقع يمدينا نسوق بعد. يجيك شكله كذا من داخل. خلنا نجرب مثلا التاير هذا. أي والله ياخذ 10 دقائق. يمدينا يمدينا على الموتر هذا. وش رأيكم يا شباب؟ الموتر الأحمر ولا هذا؟ اختاروا. عندكم الموضوع. ما يمدينا نفتح المحطة. إييييي. في مزرعة ثانية هناك. يا ولد ما شاء الله الماب شيء شيء كبير يا عمري. على بالي وصلت نهاية المدينة المحطة. طيب نلبس الماسك، نقول بسم الله. كم عندي؟ 99%. لازم تكون خفيف وسريع في المناطق اللي فيها البتاع. اوه 1.16 هنا فيه. اركب الموتر تكفى. حلو بيبسي وقلم. حلو. ايش باقي هنا؟ جميل البباسي. ليه ما يصير ستاك؟ اي طقة غاز كذا بروح فيها. اخذ كل شيء قدامي. التواير هذه تكفى. افا اوكي بوتل تاير. حلو. هذا المكان ملغم بغاز اكيد فيه له شيء طيب. وعندي فلتر ثاني. البيت هذا برضه البيت كويس، مساحة حلوة للجراج. موتر ما في له شيء. ما يمديني. 2.7 يا رجل. اوه مكينة، مكينة الموتر. انا كار انجن. دقيقة هذه وشلون اشلها؟ ما عندي مساحة قبل شوي ولا ايش السالفة؟ This much weight cannot carry. اتوقع احتاج شناط اكثر. حلو يا الاختصار. اوكي كم باقي لي؟ كم الماسك؟ والله ما ادري. خلنا نفضي كل شيء عشان الوزن. اتوقع بسبب التاير اللي معي، التاير اللي معي هو مسبب البلشة هذه كلها. مكينة ما تروح يا ولد. 28%. حلو يمدينا نشلها. في شيء ثاني؟ اتأكد. هذا ما يمدي قلنا. 4 لتر. وات. شيل كل شيء. يا اخي الغرش هذه كثير مرة. اوه ما يمدينا نتحرك. 10%. لا 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 لا. يمدي 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 يمدي. 9 8. حلوين 8%. الحين يمدينا نغير الفلتر. يا الربع هذا البوز درينك تمبرري ريديوس بين. اوكي هذا عشان الالم، واقدر استخدمه كباندج يعني يصير كرافتنج كذا او مولوتوف. غلط اني اشربه. المكينة هذه اول شيء نشلها الموتر مع التاير. ركب التاير الثاني والمكينة. ايوه 20 دقيقة يحتاج. انا خوفي من المست والله. ممكن اخليها اخر شيء. 10 دقائق. الساعة 12 الظهر. مستغرب اليوم ما جا المست، ما تفهم له. خلينا نجرب ان شاء الله ما في اشكالية. 20 دقيقة. حلوين مكينة وتايرين. باقي البطارية. البطارية ما ادري وشلون شكلها، يمكنني خطفت عليها بعد وانا ما ادري. قلنا هذا بيكون بيتنا. ف
فخلنا نرمي. صراحة ما زلت محتار بخصوص البيت. حاليا أنا موجود هنا، تاور كان تقريبا في مكان مرتفع في هذه المنطقة، ما خاب ظني إن هذا، بس هنا في الوسط. يعني لو معك موتر بتوفر بنزين لكل الأماكن، عرفت؟ لأن الماب جدا جدا كبير. بخلص هذه المنطقة كلها وأنا في السنتر، بعدين عد خير إن شاء الله يوم نوصل لهذا المناطق. طيب المدينة خلصتها تقريبا، باقي لي هذا البيت وهذا البيت اللي هناك، وكذا بنكون خلصنا المدينة وما عدا البيتين اللي فيهم زومبي. بس قبل لا أداهم زومبي عشان لا أغامر الهيلث، لازم ينام يعني عشان أزيد الهيلث. إن شاء الله أنا يزيد الهيلث، لأني جربت أزيد الهنجر والثيرست وما فاد، أي طقة راح أموت. حلو، في وورك بنش هنا، يعني ما يحتاج أرجع للتاور هناك عشان الورك بنش. ممكن 10 و16 و5، والله مرة كثير. هذاك بلوشي، خلنا نغير الغاز ماسك حقه هذا. وايل ويرينج يقول لك، أوكي لازم ألبسه. اوكي هولتي، جميل. انزل 98%، حلو حلو حلو، والله شيء رهيب يا شباب. الحين بغيت ادخل البيت هذا، اخذ لي غفوة عشان استعيد من الهيلث شوي. تعال تعال، ليه ما تنام فوق السرير؟ ما يمدي. نومت الارض. والله يا شباب المكان هذا عاجبني، ما ادري كذا احسه مع النوافذ هذه الخارجية، احسه احسن من التور. لو عندك طابق ثاني يمديك زي ببجي كذا تصيد بالسنايبر، 3 غرف، حلو، يمديك توزع الاغراض والشغلات هذه الحلوة. هذا هو بيتنا مؤقتا يا شباب. طيب دام السالفة كذا، بيت المزرعة هذا اللي جيناه امس راح افضيه من الاغراض كلها ونوديها لبيتنا الجديد. الشبل وشغلات الزراعة هذه لين ما يجي وقتها راح اخليه في بيت المزرعة، لانه تأسيس المزرعة غالبا راح يكون هنا. وللحين صراحة ما اعرف وش وضع الزراعة. تعال المنظار هذا يركب على رشاش اكيد. طيب ما عليه، جايب معي الشنطة الثانية، ساعدني اذا انحشرت. في نقال من بيت لبيت، وشيل كل شيء، ملابسك غسلها في البيت الجديد، توكلنا على الله. طيب يا شباب، بعد مرور نص ساعة يمكن حرفيا، العاب السرفايفل كالعادة معنا في نقل اللوت، وهذا اللي اغلب اليوتيوبر يركضون منه. طبعا جا الليل، خلنا نام عشان ارويكم. تمام، دقيقة، تأكد الابواب مسكرة، اساس غرفة النوم فوق. سبحان الله خير. لا لا، تخلص الاكسجين يا ولد، نوم العافية. تعالج فيها، شوف الهيلث الحين ان شاء الله انه بيزيد كل ما ينقص. الله يخرب بيتك. لا حول ولا قوة. كامبل بي، اوه شيت، هذا ما يعتبر كامب الحين، ما تقدر تسوي له ساين ككامب. ما انتبهت للثيرست، الله يخرب الثيرست. الحين العطش فوق النص، انخمد برضه الهيلث ينقص يا شباب، على وشك انه يموت. انا لاحظت شيء يا شباب، شوفوا يوم تجي عند حالتك تشوف انه فيه تسمم من الاكل، يقول لك الافكت الاكل والجوع ما يزيد اكثر من 60%. وعشان تعالج عندك حلين، الميدكت حق ببجي او الانتي بيوتيك او المضاد الحيوي، هذا ياخذ 12 ساعة، فشغلة حلوة صراحة يبين لك. طيب كل، طيب الاكل والجوع فوق النص، وكمل نومتك يا عزيزي. يا اخي الهلث يا شباب، الهلث الهلث مصيبة. طيب سلف هيلينج ما عليه، راح يتعالج الموضوع هذا. مثل ما تشوفون يا شباب الاغراض كلها كبيتها هنا، الاسلحة مثل ما تشوفون رصيناها الرصة الجميلة هذه. طيب يا شباب الحين الاشكالية، هو الاشكالية كلها الامراض هذه بسبب ان ما عندي ماي. لازم الحين اشوف مشكلته. سطل عندي وستة هذا وثمانية ستون اللي ناقص. خلنا نبتدي بالبيت هذا، ان شاء الله ما فيه زومبي، او المزرعة هذا اللي فوق. يا اخي اسمع زي نبضات القلب، الحمد لله ما احتاج البس الماسك. شوف عارفك يا يزبن شغلات في اماكن والله ما توقعونها، زي الحلقة الماضية حصلت السكوب. هلا بي، ثاني سلاح رسميا، كار باتري، الله اكبر، وورك بنش. لا كذا بقلبها البيس، والله كل شوية انقل من مكان لمكان، او حتى الورك بنش هذا قريب من بيتي اللي قبل شوي. الامور طيبات يعني، ولو قفلت معي الحبل هذا انتحرت فيه. السلام عليكم. بس الازعاج هذا، اوه كلام كريم والله. وات، خذ لك هلمت، ها اصفر مع اصفر، سلام. هذا حق العمال الصفرة. بس يلا، صوت من فوق هنا، بس احسه صوت مقلش، دائما موجود في المزارع. بس هنا ما في علامة الاساين كبيس رئيسي،
ما ادري اذا هذا شيء ضروري. طيب دام فيه بنش مارك هنا الحمد لله، بسوي غاز كان عشان ازرف البنزين من المواتر الثاني واجيبها. الحين يبي لي اطور الورك شوب عشان اقدر اسوي بو، بعدين يمدينا اسوي الاسلحه، اصنع الاسلحه هذه كلها والرصاص برضه. اوكي الملابس هذه اغلبها عندي، بس هذا اللي يهمنا الاسلحه والشغلات هذه. هذه برضه عندي 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 باقي سكرو درايفر والبوتل اوف ووتر مهم جدا. طيب الحين بسوي هذا وهذا وهذا. ايش ديستروي سيكر نست فيرست؟ يعني في احد، الله ينكبك، يعني في احد في هذا البيت ساكن؟ ما اقدر اخليه البيت حقي. يا ريت اللي فاهم الموضوع يا شباب يخبرنا، انه يعتبر مكان كويس نوعا ما. صفط الموتر هنا او نستقر في هذاك البيت. انا بس متخوف من شغلة انه يوم يكونون معي اشخاص بعدين ما اقدر اجيبهم بسبب انه ما عندي بيت. صراحة الحين يوم لقيت الاسلحة خلاص بغيت اطب على بيس وهاجمهم. حط الشوتجن هنا، عندي 17 طلقة له والله، لا انفض ابو الزومبي. والبيسات حق الحلوين، بطارية السيارة، باقي البواجي، بواجي وتايرين بس. تاير واحد في المزرعة، يعني تاير واحد بواجي وبنزين، ياخذ نص ساعة حبتين. ما عندي موظفين للأسف. والسكرو درايفر ما ادري وش استخدامه، والغاز كان. وعشان اطور الوركشوب هذا لازم انه اجيب سبانتين زي هذه. انا حاليا عندي واحدة. طيب جبنا السكرو درايفر وجبنا علبتين من الماي وجبنا الغاز كان هذا عشان نزرف البنزين ونعبي. خلنا نشيل السلاح ونروح البيت الثاني، نحس الوضع مش ما يطمن. وات كار باتري ثاني هنا. خلنا نرجعه نزبنه هنا. حلوين الموتر الثاني بتضبط اموره يعني. بما اني رجعت يا اخي ودي اخذ الصندوق صراحه هذا فاضي، ونروح المنطقه الاخيره هذيك المزرعه نفضيها صح. اخ لو معي الموتر، اخ تاير واحد والبواجي، انا خايف ان البواجي معي والله، هذه كارثه. بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل البيت. طيب المزرعة هذه يا شباب فريتها ما فيها اي شيء الاولى، خلنا نكمل هذيك الحمراء نشوف ايش فيها. شيل الصندوق. والله يا شباب مسكت معي الا اني اجيه. عندي ما اعرف كم طلقة بهذا السلاح، وبعدين بنحول المدى القصير طلقتين، وبعدين الخطة كالتالي. بالرمح. انا ادري ان الخطة هذه كلها شيء واللي بيصير شيء ثاني، بس نحاول يعني نحاول. دعواتكم يا شباب. مشكلة انه سريع من الذين. لو يمديني ارقى هنا فوق اجيبه، يمدي والله يمدي، بس انا ادري بجلس ساعة هنا احوس عند التاير هذا، لانه صراحة طلعته ما بسهلة. تعرفون وانت تقرتشات يعني، ما يحتاج اقول لكم. ولد تخيل في الليل جاي له، والله يخرجه وين هذا؟ ران. اوه جاي لي من اليمين يا اخي. صوت 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 قروشة. تكفى تكفى تكفى. بسم الله، ما في احد وراك، ما في احد وراك. وات ذا هيل مان، ما يمديك ترقى صح؟ ربي. موت يا رجال موت موت، الله يخرب بيتك موت. ايش سيكر كلو؟ وش فايدته هذا يا شباب؟ اوف يا شيخ الحمد لله اني جيته في النهار. والله ما اركبك اصلا. يمدي يطلع لي خيار اني اركب؟ ما اتوقع. لا اوكي، مفاجأة حلوة صراحة. مان ذاتس تو ماتش والله. مقلش بس هذا مقلش، هذا مقلش، ان شاء الله انه مقلش. نعطيه بالسبير، هذا صغير كذا تحسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ينكب ام الحظ يا اخي، الله ينكب ام الحظ. مره قريب هذا، مره قريب. بسم الله، جنب ابوك جنب ابوك. لا والله بطيء، ان شاء الله معي رصاص كافي. ايوه خليك من طرف ابوك، يا سلام عليك. شوفه كذا، ايوه قلش. تكفى في رصاص كفايه، ما يوصلك لهذا صراحه. ودي اوفر، ما مستحيل. اقول اطولها وهي قصيره. كستريح تقريبا انها ست طلقات يمكن عليه. الحمد لله ان الشتجن اقسم بالله في وقت مثالي جاني. تكفى لا تقول لي باقي احد. انا اقول هذا وشو. تكفى في سنايبر فوق
ابو الفله لازم فيه مكافاه قويه على ال... حتى ما قلتها صح. وش ذا تشين سلسله هذا وشو يا رجل؟ انا اقول لك فيه غنايم في ذا المكان. اوكي سلاح المفضل في سي اس جو. طيب هذا وش فائدته؟ اوكي يقول لك العلماء يحتاجون هذا شغلها عشان يختبرونها يطلعون ممكن منها علاج للزومبي او شيء ما اعرف. حلو علاج للزومبي. المهم الحين اسمع 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 الحين يوم يشحن اسمع اسمع تكفى عزيزي المشاهد. وفي بيك اتوقع. ايوه كذا كذا شوف الله على اساس ان الزومبي ايش ينتظرك تبيك. والله ودي يعني احتفالا اجلس ارمي في الجو بس تعرفون الرصاص جدا نادر. ودي ارقى فوق بس قبل هذا كله نعطيها سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شيء ما في شيء. كل لاعب التفت كذا فجأة. هذا يمكن حماية شو اسمه المست توقع شيء زي كذا. مفروض اني اقدر اشوف هذه المدينة. يعني هذيك المدينة حقتي المدينة متواجدة ورا التل هذا. مرحلتنا منطقتنا الجاية بإذن الله. بس كنت اتمنى ان اضبط الموتر في هذه الحلقة الصراحة. تكفى عندك البواجي انت تكفى. والله ما عنده حتى بنزين. لا اي شيء. تاير خلاص تواير انحلت باقي البواجي بس. اعطاني امل صراحة. وات ذا هيل ام فور مرمي في الارض كذا. والله كذا كثير يا عمري. ام فور اي فور هذا مش الام فور الام فور اللي ابيه. هذا مو باوتو. اتوقع طلقة وثلاث طلقات هذا بس. وربي ما توقعت انه لوت كويس كذا يكون مرمي يا شباب. عز الله البواجي راح والتانكي هذاك فوق وش فائدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برضه ما في شيء. وات؟ فيست ارمر. حلو 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 حلو. يا رجل اقسم بالله مش طبيعي. هات هات. وش عندك في الشنطة؟ الشنطة كلها ما يمدينا نشيلها. يا سلام فيري سترونج البروتكشن يقول لك. فيري سترونج يا شباب. معه تفاحة المرحوم وباندج. رحمك الله شوف وين تاكي. طيب ما عندك سلاح انت ما عندك شيء. خلنا نلبس الفست. الله اكبر تكبير. والله دام كذا برقى كل مكان. تذكرون المكان اللي قلشت فيه هذاك شكلي برجع له. هلا بالصندوق الثاني. وش السواه الحين معي اثنين. نجلس نرميهم كذا. هذا التاير ركب يا مدير. التاير الثالث دن. باقي اجيب هذاك من المزرعة. وهذا ارميه داخل. ايوه السلام عليكم. طيب يا شباب رجعت المزرعة وهذا التاير. والله فلة يا شباب اقسم بالله. تبون باي سلاح؟ شدقن رشاشين فرد. راح اجيكم راح اجيكم الوقت صدقوني. اوه شيت والله على وشك اني اموت. خل الهياط يا ولد وكمل. طيب هذا التاير الاخير يا عزيزي. بروسيد. البواجي وين القاها يا شباب؟ تكفون. في شغله اخيره ودي اسويها اللي هي موضوع تنقيه المياه. هذا لتنقيه المياه يا شباب. راح نخليه في هذا المكان. يحتاج 45 دقيقه. شوف الحين الوضع في الليل. فجيت في وقت كويس. ان شاء الله ما يموت من العطش بس اللاعب. حلوين. الحين احتاج اروح البحيره. اوه اغامر. احتاج اروح البحيره اجيب شو اسمه ماي. ممكن اقدر اعبيه في هذا بعد. والثنتين الغرشتين اللي سويتهم. اي هذا لاهم. اثنين بوتل اوف ووتر. نشوف ايش نقدر نعبي منه. لا جانا زومبي بنجرب الرشاش عليه. توكلنا على الله. هذه فائدة مصدر المياه لازم يكون قريب. البحيرة صارت بعيدة مرة. الخوف وما يفعل. اوكي عبي لي هذا. وهذا. وهذا. وهذا بعد. عبينا الغراش كلها. بس هذا افضل شيء 10 لتر وهذا 2 مثل ما تشوفون. نجي هنا انتراكت. طيب الحين نحط السطل هنا. حلوين 10 لتر الحين موجودة هنا. وشيل هذا كله. بحتاج احط الماتش والفايرود والتري بار كلهم عندي عشان نولع النار وتبدأ تصفية المياه هذه وبعدين تجلس تقطر في هذا المكان. اتمنى انها واضحة عندكم لان الوضع ليل صراحة. ناخذ الفاس. اقرب شجرة. تضرب اي شجرة. العمود كهرباء يا طيب. ليل يا شباب لا تاخذونا ليل. شجرتين جنب بعض ينفع تدبلهم كذا. طيب هذا هذا السبارك اللي نحتاجه. جبت الاغراض من الاشجار الاربعه هذه والباقي كله عندي. طيب وشلون نشغل الحين؟
دس ستيل. يا سلام. بس هذا شبة الضوء يا شباب. موضوع الماي الدي هايدريتد هذه مدري ايش اسمها، باذن الله انه ما راح تشوفونها خلاص. بالنسبه للموتر باقي البوادي دعواتكم اني احصله، وانا بجمع البنزين من المواتر هذه قبل لا ابدا ان شاء الله الحلقه الجايه. لا تنسون تحطون لايك اذا ودكم نكمل السلسله. شكرا للمنتسبين وشكرا موصول لكل من دعم هذه القناه، ونراكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.